أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم مثير وعالم السمنة. أحيانا تكون السمنة بنسميها السمنة شديدة الإفراط، السمنة المفرطة جدا. ويا جماعة السمنة المفرطة زمان قوي شفت مسلسل كان بيتكلم في جراحات التجميل تحديدا، والمسلسل ده كان بيحكي يعني وقائع حقيقية لجراحين تجميل اتنين بيكتبوا اللي بيشافوه أو يعني يومياتهم، وسجل مسلسل كان في التسعينات في الوقت ده أو في سنة 2000، يعني من 24 سنة المسلسل ده كان موجود، كان له شهرة كبيرة قوي. الحقيقة كان من ضمن الحلقات جايبين الحالة والأسلوب بتاع عيشة إنسان عنده سمنة مفرطة، كانت مؤثرة جدا جدا جدا. الناس دي هل يصلح لهم إجراء جراحات سمنة؟ ده سؤال مهم جدا. اللي هم شديدي الإفراط في البدانة. الإجابة هتسمعوها النهاردة بالتفصيل، لأن العملية بتاعتهم تبقى خطيرة جدا، لأنه بيبقى قدرات القلب وقدرات الرئة ممكن تتنافى أو يعني تبقى واقفة على الحروكروك مع التخدير. تعالوا نفهم أكتر هذه القصة المثيرة، واحدة من أهم قصصنا العلمية مع ضيف العزيز، واحد من أهم ضيوفنا الاسم القدير والقيمة العلمية القديرة والبارزة في عالم السمنة على مستوى مصر والوطن العربي، الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية الإنجليزية وكلية الجراحين الأمريكية، وصاحب أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. نورت يا دكتور كريم وسعيد جدا. أهلا وسهلا. الحقيقة المرضى اللي فوق 300 كيلو اللي هم شديد الإفراط، السوبر أوبيز، دول يعني حالات إنسانية كبيرة. هو كل حالات السمنة حالات إنسانية، بس دول بقى لهم وضعية خاصة وصعبين جدا. أكيد. في البداية يعني اسمح لي أن أنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. طبعا الأوزان اللي هي فوق ال 300 كيلو احنا لا نتمنى أن احنا نوصل للأوزان دي الحقيقة، لأنه احيانا كتيره جدا. يعني الاسبوع يمكن اللي فات كان يعني عدد كبير جدا من الاوزان فوق ال 250 و300 كيلو، في حالات احنا رفضناها ما قدرناش نجيبها اللي عندها قرح فراش ملتهبه. انا يمكن طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نعمل عمليه قرح فراش، لان الست قاعده بقى لها 10 سنين على السرير ما بتتحركش خالص، يعني حتى بقى يعني انا ما اعرفش، يعني طبعا ربنا يكون في عونهم طبعا، لانه يعني التغذيه بتاعتها صعبه، نقلها الحمام طبعا او الحمام بتاعها صعب. قراح الفراش دي معناها ان الانسان قاعد فتره كبيره على نفس المكان مش عارف يتقلب. ناس تانية يعني يمكن من ضمن الحالات بتاع الاسبوع اللي فات برضو كان في حالتين اتنين. انا عايز اقول لحضرتك قاعدين على سباب، لو فاصل السباب يزرق. السباب اللي هو جهاز اكسجين مكثف، جهاز الاكسجين المكثف اللي هو بتاع التشخير بالظبط كده. ده بقى لو فصلوه يبتدي يزرقوا. ودي كمان مش بس يعني التنفس، هم في بيوتهم مش قادرين ياخدوا النفس، دي قاعده على سباب كده على طول ما بتقدرش تفصل عنها الاكسجين. وفي مراحل بقى يعني متقدمه شويه او يمكن اقل يعني خطوره شويه من المشاكل التنفس عند الاوزان الكبيره فوق ال 300 كيلو او فوق ال 200 او فوق ال 250، بيبتدي ان هو يبقى لو حط ظهره كده على السرير يزرق ما يعرفش ياخد نفسه، يتخنق. طيب احنا كمان عندنا مشكله جراحيه، يعني احنا لما الوزن فوق 200 300 كيلو انت محتاج مكان بتوصيف مختلف، يعني انت محتاج مش بس جراحه، يعني الجراحه عندنا فيها مشكله جراحيه كبيره. الحاجه الثانيه محتاج تيم تخدير محترم، يعني على احترافيه شديده، ومش بس يكون على احترافيه شديده، هو لازم يكون عنده الفايبر اوبتيك او الاجهزه بتاعت اللي هو يركب بها الانبوبه، يشوف الحلق وهو بيركب الانبوبه. واكيد دكاتره التخدير المتمرسين عارفين ان هو قد ايه في لحظات حرجه وهو بنيم عيان فوق وزن 300 كيلو، محتاج يكون مكان مجهز جاهز ما يتزنقش. محتاج حتى الادويه بتاعت التخدير تكون متاحه ان هي تنيم عيان بالوزن ده وتصحيه برضو في وقت قصير. محتاج رعايه مركزه يقعد فيها ليله على الاقل في المستشفى ياخد اكسجين مكثف، لان طبعا بعد العمليه الوزن الكبير ما ينفعش انت تاخده تقعده في الاوضه، وطبعا ما يقدرش ياخد نفسه، وبعد كده تلاقيه طبعا حصل له مشاكل في التنفس وتجري بيه في رعايه. لا، يبقى اذا في منظومه كامله. انت كجراح محتاج تكون عارف طريقك انت رايح فين، يعني انت يعني ما تجربش في عيان زي ده، انت لازم يكون عندك الحرفيه الكافيه ان انت تدخل في عيان وتخرج منه بامان وما تحطوش في ريسك سيتويشن او تحطه في وضع حرج. وضع حرج بسبب ان انت الاجهزه اللي عندك المناظير بتاعتك مش متقدمه، ما تستحملش جهاز التنفس ده، جهاز الانسفليتور بتاعك اللي هو مش قادر ينسفليت او ينفخ جدار بطن او يساعدك في المنظار، الالات بتاعتك اللي هي مش متقدمه، عايز دباسات تكون على اعلى مستوى، محتاج فريق معاون ما تتكلمش معاه، يعني هو الفريق مش ما عندكش وقت كافي ان انت تقعد تقول اوامر وبعد كده ينفذوها، لا ده انت محتاج يكون هم كل الناس على احترافيه كافيه ان انت تقلل وقت التخدير. الان صحي مش ده اللي هتساب في الاسم ده، محتاج يبقى ليه عنايه خاصه، تقعد ليله في المستشفى، محتاج ترتيبات معينه بالنسبه لمنع الجلطات. ده قنبله موقوته، جسم فراجايل متعدد المشاكل، متعدد الامراض، عنده مشكله في التنفس، عنده مشكله اكيد في السكر، عنده كبد كبير في وقت العمليه، محتاج تكون عارف انت هتعمل معاه ايه. فطبعا هي منظومه، يعني هي منظومه مش بس كده ان انت تعمل عمليه، لا ده هي منظومه جراحيه تخديريه، مكان مجهز، ترابيزه عمليات جاهزه، محتاج الات متقدمه، يعني هي حاجه مش للتجربه او مش للاماكن الصغيره، هي محتاجه اماكن كبيره تعمل فيها، محتاجه مراكز متخصصه، محتاجه احترافيه شديده. فاللي اوزانه فوق ال 300 ليه شروط يعني يتعمل بيها، والا يتم تحويله لاماكن ثانيه تكون اكثر جاهزيه. دايما السؤال في الوزن الزياده قوي ده، المناسب تحويل المسار ولا تكميم المعده؟ هي ترجع بقى لتقييم المريض نفسه، يعني هو في مريض تلاقي جدار البطن بتاعه فيه اليفانتيزس، تلاقي جدار البطن سميك قد كده، لو دخلت تعمل بقى تحويل مسار مش هتعرف تاخد فيه غرز، فيبقى فيه شويه خطوره ان انت ممكن يسرب، ممكن ينزف، ممكن يحصل له مشاكل، لان بيبقى فيه تورك او مقاومه ما بين الالات وجدار البطن. جدار البطن السميك اللي هتدخل فيه آلة انت مش هتعرف تحركها اصلا يمين شمال، فانت ممكن تعمل له عمليه تكميم كمرحله مؤقته، ينزل له بيها 100 كيلو او 150 كيلو وبعد كده يبقى يعمل تحويل مسار في مرحله ثانيه، والكلام ده مقبول، يعني ده العالم كله شغال بيه واحنا لازم نقوله، ولازم الجراح يكون عنده الاحترافيه الكافيه ان هو يختار العمليه المناسبه الامن للمريض. انا مش لازم اعمل عمليه تحويل مسار في عيان مش هقدر اعمل له عمليه تحويل مسار باحترافيه، لا اعمل له تكميم معده كفايه تنزله، دي ستيجنج عادي جدا، ده ستيجنج يعني مرحله تنزل 150 كيلو وبعد كده تعمل عمليه يكون تنفسه بقى كويس جدا، جدار بطنه قل شويه، تقدر تعمل عمليه في امان. اذا كانت الظروف تسمح وجدار البطن مش سميك، ابتدى العيان ينام تحت البنج، العضلات بتاعته يعني تقدر تتحرك فيها وجدار البطن ما فيهوش يعني مقاومه جامده، اعمل بقى تحويل مسار هي اقوى شويه. كتله الجسم اللي هي فوق ال 60 وده طبعا اكيد معدي ال 100 او 107 كتله جسم، يعني ده يعني فوق 300، ممكن تعمل عمليه تحويل مسار معده مصغر او تعمل تحويل مسار معده كلاسيكي، ولكن اختار العيان قبل ما تتزنق فيه وقبل ما تعمل الحاجه اللي هي ممكن تضر العيان. فهي لابد من الخبره، نظره بقى الجراح واحترافيته في انه يختار العمليه ويدخل يعمل عمليه تحويل مسار زي اللي احنا شايفينها دي باحترافيه شديده، وتطلع العيان بامان من العمليه. ترهلات الجلد بتاعت هؤلاء المرضى من الامور اللي بتزعجهم جدا، وقد تكون من الامور اللي بتخليهم يخافوا يعملوا العمليه. الحقيقه طبعا خلينا يعني اكون يعني واضح جدا جدا جدا، مع الاوزان فوق ال 200 او 300 كيلو لابد وحتما وضروري هيحصل ترهلات، لابد حتى مع الرياضه ومع العلاج الطبيعي ومع الجلسات بتاعت العلاج الطبيعي ومع كل الانواع اللي احنا بنعملها لنتفادى بيها الترهلات. الترهلات ممكن ما تحصلش في اوزان صغيره، واحد سنه صغير جلده سليم قادر على الرياضه مهتم بجلده شويه بالعلاج الطبيعي، لكن احنا دلوقتي في وزن فوق ال 200 و 300 كيلو هيروح فين الوزن ده؟ عندنا تيم لجراحه التجميل هو بقى مهتم بالجلد يعني ما بعد العمليه. فرسالتي للناس اللي هم وزنهم فوق ال 200 و 300 كيلو، لو انت عملت عمليه انقاص الوزن ما تزعلش ابدا ان يحصل لك شويه ترهل في الجلد، وهيبقى في شويه ترهل واضحين دول مقبولين، لان الوزن اللي هو 200 كيلو او 300 كيلو لما يبقى 100 كيلو 90 كيلو 80 كيلو انت فقدت تقريبا ضعفين من وزنك او 3 اضعاف لو انت فوق ال 300 كيلو، يعني غير مقبول طبعا ان ما يبقاش فيه ترهل، لابد هيبقى فيه شويه ترهل. فريق التغذيه اللي هو التجميل، جراحه التجميل بيقوم بقى بتنسيق القوام فيما بعد، بيقوم ان هو بيشيل بقى الرطوش الجلديه الزايده في منطقه البطن، اذا كان في الدراعات، الفخذين، الثدي، الحاجات دي كلها مقبول فيها التجميل، وبتاخد شكل بقى على الوزن الجديد. فيعني الناس اللي هي وزنها زاد بزياده وقل طبعا بعد عمليه الانقاص الوزن سواء تكميم او تحويل مسار، حصل له شويه ترهل، ده ما تزعلش يعني، دي حاجه مقبوله ويتم تداركها، بس بعد ثبات الوزن بعد سنه، مش قبل سنه او سنه ونص كمان لحين ثبات الوزن مظبوط. بعد سنه لقيت وزنك ثابت على الوزن المظبوط، خلاص ابتدي تعمل بقى عمليه التجميل، او بعد سنه ونص في ناس بتنزل لحد 18 شهر مفيش مشكله لو كان الوزن عنيف، وبالتالي الانقاص. طيب امتى بقى ما يحصلش ترهل؟ زي ما قلنا بقى في الاوزان الصغيره، في السن الصغير، في الناس اللي هم عندهم قدره الرياضه، الناس بتعمل جلسات تجميل، يعني دول فئه ممكن ما يحصلش فيهم ترهل، لكن مقبول جدا 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 يحصل ترهل فوق ال 200 فوق 300 كيلو، دي حاجه يعني مش غريبه خالص. معدل نزول الوزن في النوعيه دي من الجراحات، انا عايز ابشرهم بقى واقول لهم حاجه، الناس اللي هم فوق 300 كيلو دول بينزلوا اوزان يعني كبيره جدا، يعني اذا كان بتنزل 10% من وزنك زائد، انت ممكن تنزل في الشهر بال20 و30 كيلو. يعني الشهر الاول لو واحد وزنه 120 150 كيلو تلاقي في معدل نزوله 10 12 كيلو في الشهر. الكتله الكبيره من الوزن بينزل قصادها كتله كبيره برضو شهريا، تقريبا 10% من الوزن بينزل في اول شهر، 60% من الوزن الزايد بينزل في الست شهور الاولى، وممكن تنزل وزن بقى لحد 18 شهر، نزول تدريجي صحي مظبوط. خلال فتره نزول الوزن لابد وحتما وضروري ان احنا يكون على تواصل بفريق التغذيه العلاجيه في التيم اللي هو عمل فيه العمليه، لان نزول الوزن الكبير لابد من ان انت تحافظ بقى قصاده بشويه فيتامينز، شويه بروتين، بروتينز اللي هي النصايح بقى اللي بيدوها دكاتره التغذيه عندنا في الفريق المعاون، دول بيحافظوا بقى على الحاجات، لان انت بتنزل كميه كبيره، تحافظ على ان العضلات ما تنزلش، وان الجلد ما يترهلش بزياده، وان انت تبقى يعني مجهد. طبعا نزول الوزن الكتير محتاج رعايه كتيره، رعايه طبيه كتيره، وانت لازم تتقبل ده، لان انت وزن كتير جدا 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 هينزل، انت محتاج رعايه كتيره برضو جدا جدا، وبالتالي محتاج ان انت تنزل وزنك بالتوازن ودايما بالتواصل برضو مع دكاتره التغذيه خلال حتى السنه الاولى او السنه ونص الاولى، لابد من ان انت تنزل وزنك وتحافظ بقى على شويه التعليمات بتوع دكاتره التغذيه العلاجيه. هل شوف دلوقتي قصه مثيره جدا، لانه كلام ال 350 كيلو قبل، يعني ده كلام كل كلمه فيه تعني الم، تعني معاناه. هنشوف حاله 300 كانت 350 كيلو، عملت عمليه وكانت ليها تاريخ كمان في اجراءات ما قبل ذلك بتدبيس معده باوبن، انا ما اعرفش ازاي عملوا تدبيس معده، هتحكي لي ده يعني دي حاله عانت، لان في الوزن الكبير قوي لما اعمل تدبيس معده بطريقه الاوبن، بالطريقه الفتحيه دي، مش مغامره، ده يعني اكتر من مغامره، يعني كده رحنا في اتجاه اخر، دي مجازفه طبيه مش مغامره، فدي اخطر كتير. لا اتعمل لها اجراءات مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض الاول ونتكلم بقى عن واحده من اهم التجارب الطبيه اللي ممكن تشوفوها في الناس الحلوه، شوف مع بعض. ساعات كتير بنفقد الامل في الحياه بسبب السمنه المفرطه. زي ما انتم شايفين كده بقالي سنين على الحاله ديت، وعملت كتير رجيم ومشيت دكاتره مع دكاتره كتير ومفيش فايده وتعبانه، ولما شفت الدكتور كريم في التلفزيون وكده ربنا اكرمني اللي انا جه عنده، وقررت اللي انا اعمل العمليه بعد ربنا ان شاء الله، وربنا معايا. بس شيماء ما فقدتش الامل، دورت ولفت كتير ودكاتره كتير خوفوها من العمليه. بقالي سنين طويله، وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده، مش قادرة أمشي، مش قادرة أتحرك، ما بطلعش، بنهج كتير، ما بعرفش أخرج، ما بعرفش ألبس، عندي السكر وعندي ضغط وعندي كلى، وكل حاجة فيها وجعاني، ونفسي أعمل العملية ونفسي ربنا يشفيني أنا واللي زيي. شيماء وزنها 350 كيلو، حاجات كتير قوي، قلة المشي، وقلة مثلا لو في فرح مش عارفة أروح، لو حتى عند ولادي بروح بالعافية، ولادي مش معايا في البلد، تعبانه، بمشي بالعافيه، لو مشيت خطوتين بنهج، رجلي مش شايلاني، وزني تقيل عليا، مش قادره اتحرك، مأساة كتير قوي. شيماء قررت ترجع لحياتها عشان تعرف تلعب مع أحفادها وتخدمهم. رحت بالسلامة الحمد لله، البركة في ربنا في حضراتكم. الحمد لله الحمد لله. أنا كنت داخلة ومستودعة نفسي عند ربنا، وأهله كلك كانوا عارفين متأكدين، الأمل يعني كان ضعيف بس الحمد لله. اللي احنا شفناه ده جزء صغير جدا من يعني من عمل علمي مهم قوي، ومن مأساة كانت مأساة وانقلبت إلى أو تحولت يعني الحمد لله بالجهد العلمي إلى بداية طريق من الإنجاز أو النجاح. احكي لي بقى القصه دي قصه مخيفه جدا. 350 كيلو ده عايزه استعدادات، عايزه تجهيزات خاصه جدا. هو الحمد لله طبعا احنا قعدنا نحضر فيها اكتر من 3 شهور الحقيقه، لانه احنا يعني كان لازم طبعا تحضير. احنا كان عندنا من ضمن الحاجات الصعبه ان احنا ما كناش عارفين نعمل لها اشعه مقطعيه، لان ما فيش جهاز اشعه مقطعيه بيشيل 350 كيلو. مش عارفين نعرف نوع العمليه اللي عملتها قبل كده، يعني هي عامله عمليه بالفتح الجراحي يقال انها تدبيس معده. تدبيس معده بقى معمول تدبيس معده ولا تدبيس معده معاه تحويل مسار، ولا تدبيس معده حجم الباوتش قد ايه، طب الشبكه واكله التدبيس، طب عندها فتح حجاب حاجز، يعني في مشكله جراحيه انت حضرتك عايز تكتشف نوع العمليه مش عارفها. احنا عملنا لها بديل عن ده كله، احنا نعملها تحت البنج وعملنا لها منظار، دخلت عملت لها منظار بالبق اشوف بس النوع العمليه. يعني انا ما شفتش حاجه بالاشعه المقطعيه، انا داخل المره الثانيه. الفاتق الجراحي ده كان نوع من التحدي، يعني مين يقدر يعمل او يتوقع ان هو يقدر يكمل عمليه بالمنظار بعد عمليه فتح جراحي، يعني فتح جراحي عمليه مفتوحه في وزن 350 كيلو انت يعني. نمره 3 التليفات اكيد غيرت التشريح، غيرت التشريح كله، التصاقات شديده طبعا. الكبد في 350 كيلو يمكن دكاتره كلهم عارفين، ويمكن دكاتره الاشعه كمان لما بيعملوا سونار، او يمكن الناس دكاتره البطن زمايلنا عارفين ان الكبد اللي هو في 350 كيلو الكبد ده واصل لحد السره. انا اشتغلت العمليه تحويل المسار دي دهون. من تحت الكبد الدهون ما رفعتوش، مش عارف ارفعه، يعني الليفر تراكتور احنا يعني اشتغلنا العمليه كان فيها روح من التحدي شويه الجراحي، يعني كان فيها انت طول الوقت عمال تقول لا حول ولا قوه الا بالله، وعمال تشجع الناس اللي حواليك المساعدين ودكاتره التخدير ان احنا شغالين كويس، والحمد لله ربنا وفق فيها للنيه. يعني العينه دي كان فيها حاجه بس هي يمكن اللي خلتنا ان احنا نكمل فيها، لان انت ممكن يكون عندك عيان 350 كيلو طول الايام بنعملها يعني عادي، بس تكون لاول مره، يعني تكون بطن فيرجن، بطن سليمه. ده تعبير جراحي يا جماعه، معناه انه انا ما سبقش التدخل الجراحي في هذه البطن من قبل. البطن السليمه التي لم تفتح قبل كده ما فيهاش تليفات، ما فيهاش مشكله خالص. تقدر تعمل لها العمليه لو حتى 400 كيلو 500 كيلو مش هتفرق معانا حاجه، لكن البطن اللي هي مفتوحه مره قبل كده عندها فتاء في الحجاب في البطن، يعني الامعاء بتاعتها بره في وزن كبير جدا. ده تحدي مش المفروض ان احنا يعني يعني طبعا ناخده بسهوله، لابد من ان انت تناقش ده مع اهل العيان. الفارق في بعض العيانين ان هي تقعد مع الناس وتشرح لهم المخاطر بتاعت العمليه، هم متقبلين ده، يعني هم متقبلين الصعوبه. طبعا انا مش بنفخ قوي في المضاعفات في الاوزان الصغيره، يعني لو في واحد وزنه 120 كيلو 150 كيلو يعني بشيل عن، طبعا ليه حق انه يعرف المضاعفات صحيح، بس ما بنضخمش فيها. يعني انت راجل حرفي وراجل استاذ وراجل عندك قدره جراحيه تعملها، فان شاء الله يعني مش هيحصل مشاكل، مش هيحصل مشاكل لان في الاوزان الصغيره الغالب ال 120 ولا 130 كيلو دول بيمشوا امان يعني بالظبط كده. فما بتقعدش تناقش بقى حاجات كتيره وتقعد تضخم في الامور وتخوف الناس، لا مفيش حاجه. يعني دول لازم يعرفوا اللي في الكتاب بالظبط. انت بقى عيانه مفتوحه مره قبل كده، عامله تدبيس معده من اسوأ انواع العمليات في الاصلاح، وزن كبير جدا فوق 350 كيلو. انت لازم تكون صريح جدا جدا. التدبيس ده يا جماعه عمليه قديمه غير التكميم، التدبيس ده عمليه قديمه كانت بتتعمل وتقنيه يعني اتمنعت من العالم تقريبا بالظبط. اوبسوليت. فهي لوحدها في الاوزان الصغيره انت ما بتحبش مش عايز تشتغلها، يعني بدل ما اقعد ما انا ممكن اشتغل عمليه تحويل مسار 4 5 عمليات وما اشتغلش تدبيس معده، يعني ان انا احولها لعمليه ثانيه. لكن هو في الاخر انت بتقدم رساله. في عدد كبير جدا من الناس عملت تدليس المعده دي، ملايين طبعا من الناس. فالعيانه دي الحقيقه هي كانت فيها زي ما حضرتك قلت فيها جزء انساني، يعني جزء انساني ان انت عايز تقدم حاجه وعايز تعمل حاجه جراحيه نافعه، بتحس بلذتها، يعني اللذه الجراحيه فيها ان انت فعلا عيانه مفتوحه قبل كده، عامله تدبيس معده، وزنها 350 كيلو، فيها صعوبه، فدي وصعوبه تقديريه كمان. انا يعني برضو مش عايز اهضم حق دكاتره التخدير في ان هم تعبوا معاها، وفايبر اوبتيك وعندهم شغل. يعني يمكن دكاتره التخدير اللي سمعنا دلوقتي هم عارفين يعني ايه تنيم عيان 350 كيلو في الناس. طبعا انا بحييهم طبعا دكاتره التخدير، وان ده كان والفريق طبعا الطبي المعاون من تمريض ومن مساعدين وكلهم بحييهم. ودي طبعا يمكن دي تحدي جراحي انا لا اتمنى ان الناس توصل للمرحله دي. انت وصلت اي مرحله يعني متقدمه من الوزن، ابتدي دور على حل بحيث ان انت ما توصلش للحل اللي هو للحاجه اللي هي المتقدمه. المرحله دي مرحله فعلا خطيره، محفوفه بالمخاطر جدا، واللي حصل ده يعني انجاز مهم جدا في عالم الجراحه. لكن انا بدعو الناس ما توصلش للمرحله دي، دي مغامره كبيره للغايه. نورت يا دكتور كريم وسعدتنا بهذا الحوار الرائع. شكرا جزيلا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه والجراحين الامريكيه، وصاحب التصنيف الجوده الدولي الافضل في جراحات السمنه SRC. ضيفا فوق العاده كالعاده، مبدعا في توصيفه في واحده من اهم حلقاتنا في عالم جراحات السمنه. خليكم دايما معنا، سهلا.